اليوم عملت مسرح الرحبان، عملت حفلات ضخمة على مسارح عالمية، كارول، أغاني، كليبات، مسلسلات، شو في شيء كنت بعد ما عملتي أنك تكتبي وتلحني لنفسك؟ ليك أنا الكتابة بلشت من 14 سنة، في كتير عندي أغاني كتير نجحت. كتير؟ ثلاث أغاني. سوري، كريسمس ألبوم، لأنه هو ألبوم منه تجاري، كتبته كله تقريباً، كتبة 70% منه. بس أنا عم بتعملي ريهرسل، انطربت كتير قاعد جوا بالأوضة، كتير انطربت. حبيت. بس إذا طلبت شيء من برات الريهرسل ما بتكسبيني؟ برات الريهرسل؟ إيه؟ يعني إذا قلت لك حخونك تسمعيني حخونك؟ جيب لي الكلام. لا عشان انا كتبتها وناسيه. ايه حخونك بتاع انا بالنسبه لي كثير قويه، دراما كانت اول غنيه بكتبها بحياتي عن جد. جيب لي الكلام هلا. ايه رح اقول لك، بس سالتني سؤال بدك اياني اجاوبه. ايه بلا بلا. ايه بس بجيب لي الكلام مين وين الجديد هلا اذا بدك بالموضوع. ميوزك اخذ من وقتي، يعني كتابه وتلحين. انت هلا اسمع كثير بالالبوم الجديد، تقريبا في شيء 70% من الالبوم الحاني وكلمات. بس ليش انت بتعزفي؟ مش بعز، انا بعرف نوت بس. أوكي. ما بعزف انسترومنت معين، بس فيك تلحن على السمع، فيك تغني وتسجل. بغني بضل كل وقت حامل التليفون بالبيت وعم سجل على واتساب، كل وقت عم سجل اغاني جديده لما انسيها. هاي الكلام، حط افكار، حط نفسك ومكاني. الله على صوتك. الله، عشان تحس اللي كواني يلي هدت لي كاني، فعذابي حدا مرق. حدا مرق. انت لما يكتبوا لك بيعطوك صورة المرأة القوية. لما تكتبي لحالك كمان بتعطي لحالك صورة المرأة القوية؟ لا. ليه؟ هذا الالبوم كيت بقصص فيه كثير مفرجي الانسكيورتيز تبعي. اوف. وات ار يور انسكيورتيز؟ ما بينقالوا هيك بالحكي، بدك تسمعهم مع الاغنيه. يعني مفرجي اكثر اذا بدك كارول الانثى، كارول المغرومه المكسوره، كارول كيف خايفه ممكن تخسر حبيبها، كل هول اللي انا ما ظهرتهم قبل. دائما كنت اطلب من الملحنين اكتبوا لي حدود السما وارض وسما وانت، وعرفت لا هذا بهالالبوم. رح تشوفوا الوجه الرومانسي الانثوي تبع كارولي اللي انا عم بحكي عن حالي. خبيني بشنطه. ايه شو خبيني بشنطه؟ اوكي، خبيني بشنطه هي وحده من الاغاني الجديد بالالبوم، هي سبريز سكوب بالحلقه، اول مره بغنيها. ايه حنغني مقطع منها. غني لي مقطع. هي انا كاتبتها الغنيه وعامله كمان ادابتيشن للحنيه. انت ملحنتي؟ هو لحن من بوسنا. أوكي. بس عملت عربته شوي ادابتيشن، بس كمان ليركس تبعك تسمعه. ايه سامعيني مقطع خبيني بشنطة. يلا. بس انت عبالك حدا يخبيك بشنطة وياخديك؟ تعرف كنت كل عمري من انا وصغيرة يصير عندي حالة هيك نوستالجية لما اشوف حدا بحبه او بيقربني او امي عم تضب شنطة السفر وتفل. دايما كنت حس انه انا بدي اقعد بقلب الشنطة وتسكر وتاخدها معها على المطار. بقيت هالصورة براسي لمرة كنت عم ضب الشنطة مسافرة وطالع عملت هيدي الحركة، قعدت مدة تخليني ضب غراضي. اوف جناتك. كتبت الغنية. واو خبيني بشنطة. يلا سامعيني. يلا. شنطة خليني معك سافر لأيامك، خبيني بقلبك أو بين أغراضك، أخفى حدك لما تنام. مش عم بقدر هدي جنون اللي بقلبي، كل ما بتبعد عني في شي بينقصني، ما بعرف حبيبي أنا شو بعني لك لما تغيب. خبيني بين تيابك بعيون أصحابك، عارف شو بتعني